قريت قبل فترة أن ابن قدامة الحنبلي العالم سئل من هو الموفق والسعيد؟ قال السعيد والموفق هو من إذا توقفت أنفاسه لم تتوقف حسناته. صدقني حين تموت لا ينفعك بعد موتك إلا ما ادخرته من أعمال وصدقات جارية يجري عليك أجرها بعد موتك. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم.